لأول مرة منذ انطلاق المحادثات العسكرية في فبراير الماضي، تتقابل اللجنة العسكرية 5+5 الممثلة للقيادة العامة للقوات المسلحة وحكومة الوفاق في قاعة واحدة. صباح اليوم انطلقت الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة بمقر الأمم المتحدة في جنيف بحضور ومشاركة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز. استهل الاجتماع بكلمات افتتاحية لكل من الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ورئيسي الوفدين، وستستمر مباحثات هذه الجولة حتى 24 من الشهر الجاري. لقد أُكدت اجتماعات منفردة خلال اليومين الماضيين مع الوفدين، وقد كانت مشجعة، وقد شعرت باستعداد الطرفين للحوار الجاد للوصول إلى حلول للقضايا العالقة، كما استطاع الوفدين الأمنيين التفهم في اجتماعات الغردقة الإيجابية. وأعربت البعثة عن أملها في أن يتوصل الوفدان إلى حلحلة كافة المسائل العالقة بغية الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد. نجاحكم في هذه الاجتماعات سيكون له أثر إيجابي على المسارين السياسي والاقتصادي. أرجو من أعضاء الوفدين استثمار هذه الفرصة الثمينة والعمل بجد خلال الأيام القادمة للتوصل إلى حلول لكافة المسائل العالقة للوصول إلى وقف تام ومستدام لإطلاق النار في أمون ليبيا، للإسهام بإنهاء معاناة الليبيين. وتقول البعثة الأممية إن المسار الأمني هو أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، والتي انبثقت عن مؤتمر برلين حول ليبيا وتبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510، والذي دعا الطرفين للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.